السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. قبل بداية حلقتنا النهاردة نحب نوجه التحية ونقدم أسمى آيات الشكر والعرفان لنادي الزمالك ونادي الأهلي اللي أسعدوا جمهور الكرة المصرية بصعودهم لدور الثمانية في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال، ونقدم التهنئة لنادي الزمالك وجماهيره ومدربيه والإدارة، وتحية خاصة للمستشار مرتضى منصور ومجلس إدارة نادي الزمالك المحترم، وتحية وتهنئة للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته للصعود لنفس الدور، كما أتقدم بالتهنئة للكابتن محمود الخطيب على صعود النادي الأهلي لدور الثمانية في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري. ويسعدني أن يكون معايا النهاردة صديقي وحبيبي كابتن أحمد سعيد. اتفضل يا كابتن أحمد. أهلا بيك يا كابتن شريف، طبعا ده شرف ليا أن أنا أكون متواجد مع حضرتك في برنامج بدون أهداف. إن شاء الله تبقى حلقة مميزة. وقبل ما ندخل في فقراتنا النهاردة، معانا ضيفين جمال جدا ونجوم من نجوم الزمن الجميل. برحب بضيفنا كابتن علي ابراهيم، نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر. منور البرنامج يا كابتن علي. اهلا بيكم، وانا سعيد ان انا في قناه الصحه والجمال، وان شاء الله يكون برنامج وش خير عليكم. الحقيقه يعني على المستوى الشخصي انا سعيد جدا لما اكون حد من بلدياتي ومن اهل بلدي. يعني المحايد دائما كابتن سعيد لطفي، المتحدث الاعلامي لنادي الزمالك. منور البرنامج يا كابتن سعيد. ربنا يخليك يا استاذ احمد، برحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين طبعا، وبشكرك وبشكر الاستاذ شريف صاحب الدعوه، ويعني بشكرك شكر جزيل على الاستضافه الجميله، وبشكر اسره قناه الصحه والجمال. يمكن دي مش اول مره ببقى متواجد فيها، يمكن تمام. دي المره الرابعه او الخامسه، وطبعا سعيد بوجود كابتن وجودي مع كابتن علي ابراهيم نجم النادي الاهلي وزميل الملاعب ونجم منتخب مصر. يمكن احنا جيل واحد على فكره. أيوة. ومواليد سنه واحده، يعني هو في الاهلي واحنا في الزمالك. علاء ابراهيم شخصيه جميله، سعيد جدا بالتواجد معاك. ان شاء الله تبقى حلقه مميزه، ويعني طبعا مع زميلي الجميل الكابتن شريف فاروق. عندنا حصريات كتير النهارده عن مباراه الزمالك ومباراه النادي الاهلي. نشوف عندك ايه بقى النهارده يا استاذ شريف كده، هو تبدا بايه النهارده؟ هنبتدي مع كابتن علاء ووجه له سؤال شخصي. تمام. عايزين يا كابتن علاء تحكي لنا عن مشوارك الكروي، بدايتك في النادي المنيا حتى اعتزالك للكوره واتجاهك لمجال التدريب. يعني طبعا بدأت في البلد عندنا طبعا، والحقيقه كان من حسن حظي كان في اتنين شخصيتين عزاز عليا جدا الحقيقه، علموني كره القدم بشكل كويس، واعتقد تعرفهم على معرفه شخصيه طبعا، الاستاذ عصام عليوه والاستاذ عامر عليوه. الحقيقه فادوني بشكل كويس جدا وبشكل كبير، اهلوني ان انا اروح ناشئين نادي المنيا. لعبت في نادي المنيا في ناشئين النادي لحد ما صعدت الفريق الاول، كان حوالي 17 18 سنه. لعبت حوالي 5-6 سنين في المنيا، منهم ثلاث اربع سنين ممتاز به، او كان الاول بمسماه القديم الدرجه الاولى. صعدت بالفرقه الحمد لله الدوري الممتاز، لعبت سنه في الدوري الممتاز، ووفقت الحمد لله ان انا انتقل للنادي الاهلي، وكملت مشواري مع النادي الاهلي 5 سنين. انتقلت بعدها للنادي المصري، بعد المصري رحت الاحتراف كده 6 شهور الوحدات الاردني. الحمد لله حققت يعني حاجات كويسه الحمد لله، خدنا الدوري وخدت هداف الدوري، ورجعت كان لسه باقي في عقدي سنه مع المصري. جالي عرض او عقد من نادي بتروجيت الحقيقه، واشتروني من النادي المصري. كملت مع بتروجيت 5 سنين كمان، من احسن سنين عمر الحقيقه في الكوره. خدت هداف الدوري، والحقيقه يعني بقى بتروجيت لي اسم كبير الحقيقه دلوقتي، وعملنا فيه شغل كويس الحمد لله. ورحت اعاره اخر سنه. طب تفتكر يا كابتن علاء مين كان مدربك في بتروجيت؟ في بتروجيت يعني بتروجيت طبعا بالنسبه لي كان اسم صغير الاول، لكن بعد ما لعبنا فيه الحمد لله 5 سنين الحقيقه المستوى اتطور والاسم بقى كبير جدا، وقدرنا نحقق فيه حاجات كتير. اخذت هداف الدوري، وممكن دي الحاجه العزيزه على قلبي اللي انا بعتز بيها لحد دلوقتي. لا، المدرب بتاع حضرتك كابتن مختار. مختار كابتن مختار.
كابتن سعيد لطفي، طبعا زي ما عرفنا مشوار الكابتن علاء ابراهيم وبدا ازاي في بداياته. كابتن سعيد لطفي اطلق عليه الرحاله او رحاله الكوره المصريه، ده واحد من الالقاب المحببه للكابتن سعيد. السندباد الصغير. والسندباد الصغير لكثره رحلاتك للعديد من الانديه المصريه. فعلا. لدرجه ان حضرتك لعبت لاكثر من 10 انديه في مصر. الحقيقه. كلمنا جمهورك عايز يعرف انت يعني مشوارك في العشر انديه ده كان ازاي وبدات ازاي؟ انا اقول لك قبل كمان ما ابدا بالعشر انديه هقول لك ان انا كانت بدايتي وانا عندي 12 سنه، انا من مدينه ديار بنجم محافظه الشرقيه. دخلت نادي الزمالك وانا عندي 12 سنه ونص بالظبط. تحت 13 سنه. تمام. وشاركت في اول مباراه ليا، يمكن في اول مباراه ليا احرزت هدف الفوز في مرمى الترسانه وكان هدف بطوله. ده كان في الناشئين. قعدت طول السنه مش مقيد، اتقيدت في الاخر كده يعني ايه، مش عايز اقول مجامله. ولما ربنا كرمني ولعبت جبت البطوله للفريق. تمام. ومن ساعتها بقى وانا طول مشواري في نادي الزمالك قطاعات ناشئين 9 سنين هداف الحمد لله الفريق وهداف اي بطوله بندخل فيها. أيوه. سواء جمهوريه او منطقه. لعبت منتخب مصر للشباب تحت 19 سنه مع كابتن كمال عثمان وبعد كده كابتن محسن صالح في تصفيات الامم الافريقيه، بعد كده تصعدت للفريق الاول سنه موسم 95 96 و96 97 كان فريق الاحلام، لعبت موسمين معهم حوالي 25 مباراه، يمكن احرزت هدف في الدوري الممتاز في مرمى نادي المنصوره سنه 97، بعد كده مشيت من الزمالك رحت الشرقيه لعبت سنتين، بعد كده دمنهور موسمين، بعد كده انتقلت الجولدي ثم جولدي ثم طلاع الجيش ثم أسوان ثم المصرية للاتصالات ثم العودة لدمنهور ثم مياه البحيرة نمسك الخشب الرباط والأنوار جاسكو وأخيرا العودة لدمنهور. جميل يا كابتن، ربنا يخليك أرزح. طب يا كابتن سعيد، يعني مجلس إدارة نادي الزمالك بيضع الثقة فيك في اختيار الناشئين، الحمد لله. إيه المعايير اللي بحضرتك بتحطها في اختيار الناشئ وإزاي يعني عينك خبيرة في اختيار ناشئ نادي الزمالك؟ يمكن الحمد لله بفضل نادي ثقة كبيرة بقى لي حوالي 7 سنين موجود في قطاع الناشئين كعضو لجنة فنية، يمكن الحمد لله الناس بتثق فيها جدا، ويمكن جمهور الزمالك بيحب سعيد لطفي يقول لك ان هو بيجيب لعيبة كويسة لنادي صغار السن. لكن عايز اقول لك مفاجأة ان انا بقى لي فترة ما يعني ابتديت ابعد شوية عن القصة دي لان حصلت لي مشاكل من ليه؟ انا الضغط عليا كبير جدا، الناس كلها بتكلمك، انا ما بمد ايدي لاي حد اساعده عشان خاطر نادي الزمالك، لكن لقيت ان بعض الاشخاص ابتدوا يحاربوا سعيد وابتدوا يضايقوا ان سعيد ابتدى يطلع ابتدى يظهر. فانا تنحيت جانبا وابتديت اتجه للناحيه الاعلاميه. لكن الحمد لله الفتره اللي كنت موجود فيها في اللجنه الفنيه جبت اكتر من لاعب، يعني انا وزمايلنا يعني الحمد لله كنت صاحب برضو يعني بصمه كبيره في انضمام مهاجم حسام اشرف مهاجم 2001 ده من افضل المهاجمين في مصر مع كابتن ربيع ياسين، حسين فيصل، هاني رشدي 99 من الشرقيه، دول عارة طنطا، اتنين لعيبه كويسين جدا الحمد لله. عندنا في غير دول المعروفين في لعيبه كتير موجوده في القطاع بفضل الله، كان كابتن اشرف قاسم هو رئيس القطاع، اشتغلت مع اشرف قاسم مع احمد حسام ميدو مع غانم سلطان مع احمد عبد الحليم، كل الكباتن دول مع حفظ الالقاب. والحمد لله ابتديت اتجه دلوقتي للتايتل بتاعي المنسق الاعلامي لقطاع الكره بالنادي اللي هو ماسك قطاع الناشئين والبراعم والاكاديميات، ماسك الناحيه الاعلاميه بحكم تواجدي في مجال الاعلام، فابتديت خلاص ان انا امشي في مجال الاعلام وفي نفس الوقت افيد النادي اللي انا موجود فيه، فابتديت ابعد شويه عن اختيارات اللعيبه بقالي اكتر من سنتين يعني. نروح للكابتن علاء ابراهيم ولقبه المحبب اليه برضه، هداف الدوري موسم 2004 2005 برصيد 14 هدف، ولكن له يعني حاجة احنا نعرفها انه صاحب اغلى صفقة في تاريخ الكرة الاردنية وتجربة الاحتراف مع نادي الوحدات. يعني نادي الوحدات الحقيقة كان تجربة بالنسبة لي عزيزة عليا جدا. تمام. يعني كنت انا في المصري وكان حصل يعني شوية مشاكل كده مع الله يرحمه الحاج سيد متولي. فجالي العرض ده لنادي الوحدات الاردني، الحقيقه نادي الوحدات الاردني زي الاهلي والزمالك هنا كده. أيوة. الفيصلي. ايوه بالظبط الفيصلي والوحدات. ايوه بالظبط. أيوة. كده والوحدات اسم كبير جدا، وكان بيتولى الاداره الفنيه وقتها كابتن محمد عمر من الناس العزيز عليا قلبي جدا جدا الحقيقه، كلموني وتواصلوا مع النادي ورحت اعار الحقيقه 6 شهور، كانت تجربه الحقيقه ناجحه جدا، ما حسيتش بحاجه غريبه جدا خصوصا ان انا طلعت من نادي المنيا نادي جماهيري، رحت الاهلي برضو نادي جماهيري، المصري برضو نادي جماهيري، رحت الحقيقه نادي الوحدات برضو نادي جماهيري، ساعدني بشكل كبير جدا، كنت اعار 6 شهور لكن خدت هداف الدوري الحمد لله،
واحرزنا البطوله وقتها بطوله الدوري، وعملت موسم الحقيقه فوق احسن من رائع الحقيقه. والناس كان هناك جمال جدا، الشعب الاردني شعب جميل جدا، شعب مضياف الحقيقه. كنت حاسس ان انا في مصر الحقيقه. تجربة مفيدة للكابتن عبد جدا جدا. يمكن انا حصل على هداف دوري اردني زيادة عن هداف دوري المصري. طيب يا كابتن علاء، هنشوف مع بعض مجموعة من الاهداف بتاع حضرتك على الشاشة دلوقتي، وتنقي لنا جونين ثلاثة وتحكي لنا قصة الاهداف دي ايه. بس يا ريت ما يجيبوش اهداف اللي جبتها في الزمان. استاذ شريف زملكاوي ايه؟ زملكاوي او عضو طبعا، عضو عضو عامل في عضو جمعية. حلوه حلوه علاء ابراهيم، حلوه 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 علاء. تاني توصل لعبد الظاهر وعايز يلعب عرضيه تخبط في عمرو الدالي وترجع تاني لابراهيم ويلعب عرضيه، وحلوه حلوه حلوه حلوه. جول، الجول الاولاني النادي سعيد عبد العزيز، وهوبا روعه 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 علاء ابراهيم. اعزائي المشاهدين، يتوج جهده الجميل جدا في الشوط الاولاني والكبير. اسحاق وبيعدي، حلوه اسحاق اول، ويعدي حلوه بعرضيه ولعب فعلا عرضيه وحلوه وجول وجول علاء ابراهيم. حلوه. اما لو اتقطع الكره راحت للاصفر وبلعبها العكس، وادي ياسر ريان ويعدي بالعرض وسليمان سنجاري وعلاء ابراهيم والجول الثاني للنادي الاهلي. يا سلام يا ياسر. سيد جنى حيدر عشان يستلم، لانه الناحيه الثانيه بعيده بعيده كل البعد عن الشوط. ادي الكره العرضيه سعيد عبد العزيز ويطلع وخطره. طب يا كابتن علاء، كنا بنلاحظ في كل اهدافك ان لازم يكون فيها لمحه فنيه، هل كنت قاصد الموضوع ده ولا كان بيجي معاك؟ يعني هو طبعا الاهداف دي اولا توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، بس يعني في دايما رؤوس الحربه في دايما اللي بيمتاز بالناحيه البدنيه والناحيه الجسمانيه، وفي ناس بتمتاز بالناحيه الفنيه. يعني مثلا لو هنقول جسمانيا زي مثلا عمرو زكي، زي مصطفى محمد دلوقتي، في فراوده زي انا كده كنت يعني بعرف العب كوره كويس. فالموهبه بس كانت بتطغى عليا، فالاجوان كان في توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى بالموهبه يعني، فالدنيا كانت ماشيه. نروح بقى يعني، طبعا انا كان لازم برضو اعقب على اهداف الكابتن علاء. لو حضراتكم لاحظتوا في اهداف الكابتن علاء، زي ما زميلي الاستاذ شريف قال ان لازم يبقى في لمحه فنيه، احنا بنفتقد في مصر فعلا للمهاجم الهداف اللي هو حريف يا كابتن شريف يعني. دي فعلا بنفتقدها يعني، سواء اهلي او زمالك اللي هم اكبر ناديين في مصر. يا ريت نشوف ناشئين يا كابتن سعيد، وده طبعا ده دور حضرتك بقى، ربنا يخليك. يعني يا ريت نلاقي مواهب فراوده في مصر تفيد منتخب مصر، يعني على حزو بقى كابتن حسام حسن، الكابتن علي ابراهيم، كابتن محمد رمضان طبعا، يعني يا ريت بجد. عماد متعب، كابتن عماد متعب، يعني عمرو زكي، يعني احنا عندنا اهو الحمد لله مصطفى محمد في نادي الزمالك طالع بشكل كويس جدا. طبعا خامه مبشره. أيوه. طبعا كابتن علاء مهاجم كان يعني يقدر يتكلم عنه دلوقتي. على فكره كابتن علاء كان من احسن المهاجمين اللي في مصر، اللي بيشوط والكره تحت رجله من غير ما يمرجح رجله. أيوه. يعني كان الاستاذ حضرتك يا كابتن سعيد، معانا الاستاذ محمد من الجيزه، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. بمسي على الكابتن شريف، اهلا بيك فاروق، والكابتن احمد سعيد، مساء الخير، وطبعا العين الكشافه الجميله والنجم الكبير الكابتن سعيد لطفي، ربنا والكابتن علاء ابراهيم، ربنا يخليك، ربنا يحفظك. وطبعا انت معاك كوكبه كابتن احمد، انت والاستاذ شريف جميله جدا، من النجوم الكبار في النادي الاهلي ونادي الزمالك. اكيد ابو حميد. طبعا انا كنت في الاردن يا كابتن احمد، وبقول للكابتن علاء طبعا انا بعرف جماعه انديه الاردن، 8 سنوات كنت في الاردن. طبعا نادي الوحدات الاردني ده من اكبر الانديه هناك، والفيصلي زي مثل الاهلي والزمالك هنا في مصر يعني. طبعا بنبارك للنادي الاهلي وبنبارك للنادي الزمالك على صعودهم لدور الثمانيه. الو. ايوه معاك. تمام يا كابتن احمد، ان شاء الله رب العالمين الاهلي بيوصل ان شاء الله للمباراه النهائيه ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا. تمام. وبتمنى النادي الزمالك ان شاء الله الوصول، لكن نادي الزمالك محتاج الى مدرب احمال ضروري ضروري جدا. اتفق معاك، لان الحاله البدنيه اللي عليها نادي الزمالك على فكره محمد لا يرثى لها يعني. انا متفق معاك بصراحه.
رغم ان انت زملكاوي بس انت بتقول اللي انت شايفه يا ابو حميد. يا كابتن احمد هو... ده كيان كبير بالنسبه لينا. أيوة. فاحنا لازم احنا شايفين الجمهور شايف اكتر ممكن من الناس اللي موجوده في نادي الزمالك. يا استاذ محمد استاذ محمد اتفضل. احنا كنا حكينا في حلقه الكابتن محمود ابو الدهب في مساله مدرب الاحمال ده. تمام. فكان راي كابتن محمود ان صعب الزمالك يجيب مدرب احمال في نص الموسم. ايه المشكله يا كابتن؟ فين المشكله؟ اسمه مخطط احمال. يعني هو دلوقتي مخطط نادي الزمالك واقع بدنيا يا كابتن احمد ويا كابتن سعيد، وكابتن سعيد ادرى مني بكتير في الامور الفنيه. نادي الزمالك واقع بدنيا صدقوني وصدقوا كل الجمهور، ما حدش يعني يركب دماغه يقول لك نادي الزمالك مش محتاج مدرب احمال. نادي الزمالك محتاج فتره جايه عليه ضروري لازم يكون عنده مدرب احمال. كل التوفيق ليه. كل التوفيق ابو حميد، ان شاء الله نادي الاهلي والزمالك ونفرح بيهم ان شاء الله في النهايه. يا رب يا رب يا كابتن احمد. متشكرين يا استاذ محمد. نعم متشكرين جدا. كده فقرتنا الاولى انتهت. في سؤال معلش للكابتن سعيد. هو المتابع للكره في الاونه الاخيره، المتابع لفريق نادي الزمالك، حاسس باهتزاز المستوى. هل من وجهه نظر سيادتك ان الزمالك هيقدر يكمل ويوصل لبعيد في البطوله الافريقيه؟ بص اقول لك حاجه، احنا المفروض الانديه بتاخدها خطوه خطوه، ممكن تبقاش موافق في الاول، ممكن تتفق معايا علاء، لكن بعد كده بتعدل اوضاعك وترتب اوراقك، وبعد كده بتلعب انت مباراه بنظام الذهاب والعوده. نظام الذهاب والعوده ده بيبقى عندك الفرصه ان انت تصعد اكتر من نظام المجموعات. ان انت تقدر تركز في مباراتين تاخدهم خطوه خطوه. ده اللي حصل مع مدرب الزمالك اللي فات ده، برافو، اللي هو كارتيرون. لا اللي هو بيتشو. لا قبل ميتشو برضه، اللي هو اللي هو قصدك على الكونفدراليه. الكونفدراليه اللي خدنا الكونفدراليه. الموسم جروس. جروس كابتن جروس وهو جروس. فانت عندك يعني لما بتلعب مواجهتين بتبقى اسهل للفرق اللي هي مش عايز اقول الفريق الاقوى، الفريق الاضعف. غير ما تلعب دور مجموعات بيصعد الافضل دايما. المجموعات بيصعد، لكن المواجهات اللقاءات اللي هي المباشره ممكن فريق يكسب في ملعبه ويبقى فايق ويكسب نتيجه يبقى يخلص الماتش من عنده. توفيق بيلعب دور. فهو انت ما ترتب نفسك على على يعني جوله جوله دي بتبقى بالنسبه لك سهله، يعني دي في صالح الزمالك غير دور المجموعات. فانا شايف ان الزمالك عنده لعيبه خبرات يقدر باذن الله ان شاء الله، وكارترون كمان عنده خبرات كمان في البطولات الافريقيه ومع الانديه الافريقيه. الزمالك يقدر يوصل للنهائي ويفوز بالبطوله كمان، لان الزمالك الزمالك نادي كبير واسمه كبير ولعيبه عندها خبرات واتحطت كتير جدا في المواقف اللي هي الصعبه اللي هي في البطولات الافريقيه. وحصلت في الكونفدراليه مع نادي الزمالك، مع نادي الزمالك خدها واحده افتكر يعني هدف يوسف اوباما كان الزمالك لو ما جاش في الوقت ده كان الزمالك روح خارج البطوله. الهدف ده انا وانا كتبت اول واحد كتب على صفحته بعد الهدف ده، وناس كتير جدا خدتها مني، قلت هدف يوسف اوباما ليس هو هدف الصعود ولكنه هدف البطوله. طبعا نروح بقى الفتره الثانيه نحلل مباراه الزمالك واول اغسطس. طبعا الف مبروك نادي الزمالك، اخر مباراه له في المجموعه كانت تحصيل حاصل مع نادي اول اغسطس، قدر نادي الزمالك يعني يحصل على نقطه. طبعا في المدير الفني كارترون جرب لعيبه كتير، مثلا زي اسلام جمال واسلام جابر واحمد عيد شارك بشكل كويس. يعني برضو دي حاجه كانت يعني حاجه كويسه ان احنا نشوف وجوه جديده في الزمالك. هو ده المكسب في المباراه، ده المكسب في المباراه ان انت تبتدي تدخل لعيبه عشان تكسب لعيبه دماء جديده. برافو عليك. فطبعا اروح للكابتن علي ابراهيم. هو طبعا انا حاسس كده ان الكابتن ابراهيم مش عاجبه اداء لا الزمالك ولا الاهلي في الوقت ده. لا هو الـ يعني في تباين في المستوى الحقيقه بين طبعا في تباين في المستوى. يعني لو هنتكلم عن نادي الزمالك الحقيقه في تباين في المستوى محلي وافريقي دي حقيقه. لكن النادي الاهلي محلي انا شايف ماشي بخطه ثابته. طيب انت شايف ضغط مباريات اللي على الزمالك في الفتره اللي فاتت هي اللي مثلا مخليه سوء الاداء او انخفاض اللياقه البدنيه بالنسبه للعيبه وخصوصا في الشوط الثاني؟ هو الحقيقه انا مش متفق معاكم في موضوع مدرب الاحمال ده، خصوصا يعني انا قريت في اكثر من تصريح ان مستر كارديرون قال ان هو مش محتاج. والحقيقه انا شايف ان هي دي ناحيه فنيه اللي بيطلب المدير الفني، مش اي حد تاني. يعني انت انا ممكن يكون المدير الفني غلط، ممكن يكون المدير الفني غلط. انا هسألك سؤال صريح برضه يا كابتن علاء، انت حضرتك النهارده مدير فني نادي الشرقيه، تمام، هل معاك مدرب احمال؟
انا معيش مدرب احمال، بس اللي انا اعرفه في الكوره يعني ان انت في نص الموسم في نص المنافسات كل 3 4 ايام ماتش، حتى لو عندك نقص في اللياقه البدنيه الماتشات اللي بتلعب دي. بص اي تمرين في الدنيا مهما يكون شديد مهما يكون قوي عمره ما هيبقى حمل زي الماتش. طبعا الكابتن سعيد اتفق معايا، حمل الماتش اعلى حاجه، ده بدني وذهني. انا متفق مع النقطه دي بس لكن هختلف معاه في حاجه هبقولها لما يخلص. فانت دلوقتي لما اللعيبه بتلعب كل 3 ايام ماتش فانت مش محتاج اللياقه البدنيه، حتى لو اللياقه البدنيه قليله هيكتسبها من المباراه، ممكن يكتسبها من المباراه بالظبط كده. لكن هو انت ممكن تقول الاستشفاء بقى الحاجات دي حاجه تانية خالص. لكن انا مش يعني اتفق او اختلف معاكم، دي طبعا كل واحد بيبقى له وجهه نظر. لكن حته اللياقه البدنيه التباين انا مش شايف ان هو تباين يعني، مش واضح. لكن هو ممكن يكون اللي انا شايفه نادي الزمالك الثبات التشكيل مش موجود. أيوة. كل ماتش برضو حته المنافسه برضو بقت بعيده شويه عن نادي الزمالك. أيوة. ده مخلي الطموح شويه بعيد. فده اللي مخلي التباين في المحلي والافريقي. النادي الاهلي لا، ماشي بخطى ثابته طبعا في الدوري، كسبان كل المباريات وبعامل ماتشات معقوله وماتشات كويسه جدا وماتشات اقل من المتوسط، لكن بيحقق الهدف. في الافريقيا لا، في تباين يعني. انا بتفرج امبارح او بتفرج مع النادي الاهلي ما عنديش احساس ان الاهلي هياخد البطوله. انا اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله ياخد البطوله يعني، لكن الشعور ده ما كانش قبل كده في السنين اللي فاتت. في البطولات الافريقيه اللي قبل كده كان الاهلي كان بيحققها، لا كان الاهلي كيان، كان يعني ماتش زي امبارح بيلعب فرقه على الورق ضعيفه جدا. معلش طبعا احنا اتاهلنا، بس في وجهه نظري مش تاهل مقلق. طبعا الاجواء و لكن مش ده النادي الاهلي. يعني لما امسك المجموعه الاقي بلاتينيوم البونت اللي واخده من النادي الاهلي خارج، فطبعا ده برضو بيديني احساس يعني صعب. حتى الماتشات اللي خارجه 3 مباريات اللي لعبهم النادي الاهلي، خسر مباراه وتعادل مباراتين، الاهلي ما بيكسبش. والثلاثه اللي لعبهم على ارضه كسبهم برضو مش مكسب مقنع. يعني برضو مش مكسب 1-0 2-1 لا، برضو مش مكسب المقنع. انت برضو الادوار الاقصائيه زي ما سعيد طبعا وانا بتفق معاه تماما، ان طبعا في مباريات الكؤوس اللي رايح جاي بتختلف بالحاله الفنيه، بالحاله الفنيه طبعا. والاهلي الحقيقه والزمالك متمرسين في البطوله الافريقيه، فده ممكن ينفع خبره بالظبط يفيد يعني. لكن لا، لكن اغفل الانديه الكبيره زي مازيمبي، زي الترجي، زي الوداد. انا شايف برضو فرقه سان داونز، لا ثلاث يعني اعتقد الامور صعبه. هي اصعب بطوله افريقيه منذ سنوات. ده حقيقة. افضل في افريقيا وصل. ده حقيقة. اتفضل يا استاذ. طب يا كابتن سعيد، في كارتيرون طلع بتصريح بعد الماتش قال ان هو سعيد بلاعبته ورغم التعادل السلبي وجاهز لملاقات اي منافس يقابله، وسعيد بالمركز الجديد لزيزو. جميل. هل حضرتك يعني شايف ان التوليفه اللي لعبت الماتش الاخير دي ممكن يكمل بيها في البطوله الافريقيه، ولا هيغير تاني ويرجع للعيبه القديمه؟ لكن ما فيش شك طبعا هيغير، لانه بيجرب، بيحاول يدي، بي 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 بيخلي اللعيبه تكتسب فورمه المشاركه في المباريات. يعني في لعبه ما لعبتش، ما شاركتش، ابتدت تشارك الماتش اللي فات، ابتدى يديها يعني. اسلام جابر، احمد عيد ابتدى يدخل، كاسونجو هنشوفه الفتره اللي جايه. مهم جدا ان هو يبقى متواجد. عواد رجع تاني خد الثقه. لو الزمالك بالماتش مهم بالنسبه له محتاج الثلاث بونط او البونط، ما كانش هيلاعب عواد، كان هيلاعب ابو جبل لانه شغال كويس. فهي فيها مكاسب كتير، انت ابتديت ترجع لعيبه كتير. انا يمكن بختلف مع كابتن علاء في نقطه، وهو مخطط الاحمال، مش هقول مدرب احمال، هو مخطط احمال. ليه انا بقول ان هو مهم يكون متواجد؟ مش شرط مخطط الاحمال يبقى موجود ان هو يرفع معدل اللياقه البدنيه، لا، مخطط الاحمال ان هو بيظبط المعدل اللياقه البدنيه. يعني انا ممكن بلعب ماتشات كتير، ممكن انا بشارك اساسي، لا، باجي بعد كده مدير فني بيديني حمل كبير فبيبان عليا الاجهاد، يقول لك ده لياقته البدنيه ضعيفه. لا، انا محتاج مخطط الاحمال، يقول لك لا، ده الراجل ده محتاج يستشفى، محتاج يريح، محتاج ياخد برنامج معين عشان لما يجي يبدا تاني ياخد ماتشات يبقى ايه، واقف على رجله. يعني ممكن اللي هو ان هو مش قادر يكمل المشي ده مش شرط يكون ضعف اللياقه، ده ممكن يبقى اجهاد. صح. كابتن علاء يختلف معايا. لا بالظبط. فهو مخطط الاحمال موجود، ان هو بس لازم يكون شاطر علشان يساعدك كمدير فني يظبط لك حته الاحمال دي، وانت تاخد الناحيه الفنيه تشتغل فيها. انا بحترم جدا المدير الفني اللي بيجيب معاه مخطط احمال، علشان وفي مدير فني يقول لك لا انا ما اجيبش مخطط احمال، وانا يعني في مدربين كده، وفي مدير فني يقول لك لا انا ليا الملعب، انا الراجل ده يقعد معايا يقول لي والله ده محتاج كذا، لان كل واحد له عدد مشاركات، واخد جهد معين، واخد في لعيب ما خدش ماتشات محتاج ياخد اداء شغل معين،
محتاج ان هو ياخد حاجه برايفت حاجه زياده. فمخطط الاحمال بينظم لك الاحمال سواء اللاعب اللي بيشارك بنسبه كبيره، اللاعب اللي بيشارك بنسبه متوسطه، واللاعب اللي ما بيشاركش خالص. فدي كانت وجهه نظري. لكن كارتيرون السؤال اللي حضرتك قلت لي عليه ان هو ده التشكيل، لا طبعا مفيش شك اكتر من يعني مش اقل من 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 40% هيبقى مش موجود، لكن هو بيكسب لعيبه علشان يبتدي ممكن يحتاجها في وقت من الاوقات تبقى موجوده كورقه او كبدلاء معاه. طب يا كابتن سعيد عايز راي حضرتك في 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 في, في, في اتنين لعيبه في الزمالك، تمام، هل زيزو يصلح يلعب في كل المراكز زي ما كابتن كارتيرون قال، و راي حضرتك في اداء كاسونجو في الفتره اللي لعبها في الماتش؟ لا مفيش شك ان بص هبدا بكاسونجو اقول لك ان كاسونجو طبعا مفيش شك لعيب مكسب، وانا لما مشي من الزمالك انا زعلت جدا، وكان في بعض الجماهير بيتهاجموا ان هو بيروح ويضيع، قلت لهم كاسونجو انا مسميه قاطره بشريه. يعني كاسونجو ده ما شاء الله عليه كان بيسحب فرقه الزمالك وكان بيعمل شغل وعامل زعره وبيجيب ضربات جزاء، لعيب مزعج وبعدين غير كده كان بيجيب جوال كمان. فانا كنت اتمنى ما كانش يمشي وزعلت جدا عليه، رغم ان في ناس قالت لا يمشي يمشي وفي الاخر قالوا احنا كنا غلطانين. وجوده ما تحكمش عليه في ماتش ولا اتنين، كاسونجو معروف مستوى ايه وهيبقى اضافه قويه لخط هجوم الزمالك اللي يبقى مع مصطفى محمد. بالنسبه لزيزو انا شايف ان زيزو لعيب بحالات، لكن بتتكلم في المستوى اللي قد بيه مع نادي الزمالك الفترات اللي فاتت انا شايف ان هو تقدر تقول لعيب فوق المتوسط، مش هقول لك لا سيء ولا هقول لك ان هو جيد جدا. هو لاعب يعتبر بلعيب بتحتاجه في ظل عدد الاصابات الموجوده، لعيب بالنسبه لك بيلعب في اكتر من مركز، لعيب جوكر يلعب باك ليفت يلعب باك رايت هيلعب ديفندر هيلعب. قصدي في السؤال ده بقى هو لعيب مهم، هل انت مؤيد لكلام كارتيرون ان زيزو يلعب في اي مركز؟ طبعا زيزو لعيب مهم حاليا في كمان في الفترات اللي هي يمكن كابتن علي يتفق معايا، بتلعب اكتر من بطوله، كاس مصر، دوري عام، بطوله افريقيا، اصابات، اجهادات، ايقافات، محتاج لعيب. فده لعيب بالنسبه لنا بقول لك ايه، ده لعيب بكذا بروحين او باكتر من روح. استاذ محمد يا كابتن سعيد فضل. معنا مداخله استاذ محمد من كفر الشيخ. استاذ محمد مساء النور يا كابتن علاء. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن، منور يا كابتن سعيد. ربنا يخليك يا استاذ محمد، ربنا يحفظك. في الاول كده الزمالك طبعا باين عليه ان احنا عايزين مدرب احمال، تمام، مخطط احمال، وعايز اعدل عليك كابتن سعيد انك كنت قلت في مداخله الكابتن محمد من الجيزه وهو بيقول لك عايز الزمالك محتاج مدرب احمال، قلت له مخطط احمال، في فرق بينهم يا كابتن؟ اتفضل. في فرق بين مدرب احمال ومخطط الاحمال؟ اتفضل قول. صح ولا غلطان؟ لا لا مش صح. لا صح كده. انا بقول لك مش صح، انت وجهه نظرك صح، انا بقول لك مش صح. اسمه دلوقتي مخطط احمال مش مدرب احمال، اسمه مخطط احمال. انا بقول لك في فرق. لا في فرق والله. طب اتفضل قول. مخطط الاحمال اللي هو يا كابتن بيحط النظام التمرين بتاعهم وكده، مدرب الاحمال اللي هو بيقدم معاهم التمرين وكده يا كابتن. ما هو هو بيبقى فيها كابتن علاء معاك، يعني ممكن يبقى معاك مخطط ومعاك مدرب محمد. هو واحد يعني بيحط. بص محمد، هو ممكن يكون في لبس عندك يا ابو حميد. هو المدرب ده ما هو اللي بيحط الخطه للفريق بتاعه خطه الاحمال، هو بيحطها من اول السيزون وهو اللي بينفذها. هو اللي بينفذها، ممكن يستعين بقى ايوه برافو عليك اثنين او ثلاثه او زي ما هو عايز، دي براحته وحريته. وفي مدرب يقول لك لا انا اشرف على الخطه بتاعتي وانا اللي انفذها. فهو انا شايف ما في يعني، هو انت ممكن تكون فاهم حاجه والكابتن سعيد ما يقصدش اللي انت بتقصده. ممكن يجيب يعني بعد اذنك يا استاذ احمد يكون يجيب واحد مثلا شاب صغير شغال معاه يبتدي يجري مع اللعيبه ينفذ فكره. ده المنفذ الاحماء. ده مدرب الاحماء اللي بيجري وبيشتغل مع اللعيبه، لكن اللي بنتكلم عليه مخطط الاحمال اللي هو اللي هو مدرب الاحمال اللي انت تقصده يا ابو حميد. تمام اتفضل. اتفضل يا ابو حميد. ابو حميد اتخطف. ماشي متشكرين يا استاذ محمد. خطفناه. طبعا يعني بتقلي فقرة الزمالك احنا مش هنحلل في مباراة كتير لان كانت مباراة تحصيل حاصل. الاهم الاهلي. لا والله بجد يعني برضه الاهم يعني مباراة الاهلي كانت هي اللي عليها اللي اكيد لان كان ماتش صعود. الزمالك يعني صعد خلاص. الزمالك خلاص الأهلي صعد. بس نسال نروح للكابتن علاء ونقول له الزمالك دلوقتي بعد حصوله على البطاقة الثانية، وده كان توقع على فكرة عندنا هنا، كنا متوقعين صعوده لان مازيمبي خلاص فارق بعد المباراة الأولى 3-0. الزمالك أمامه الآن الترجي، صن داونز، النجم الساحلي. انه من وجهه نظرك يا كابتن علاء افضل للزمالك، ام السؤال برضو مركب، ام البطل ما يفرقش مع اي حد؟ لا هو طبعا يعني هو البطل طبعا ما يفرقش في حال، بس في حاله الاهلي والزمالك في اعتقادي ان المباراه يطلع تدريجيا افضل. أيوه.
برافو عليك. يعني ايه يطلع تدريجيا؟ يعني لما يقابل مثلا مازيمبي الاهلي او الزمالك يقابل الترجي، لا فرقتين تقال لكن لما يقابل مثلا حاجه اقل شويه ممكن يقلب على البطوله. برافو عليك. يعلب برافو عليك. انت بنتكلم في خطوه خطوه. بالظبط. لكن انت لما تيجي طبعا احنا بنقول الزمالك او الاهلي اللي هياخد البطوله ما يفرقش معاه، ماشي، بس انت عندك دلوقتي بتاخد الخطوه خطوه. اللي احنا خلينا برضو منطقيين، برضو المجموعه بتاعت نادي الزمالك كانت اسهل نسبيا عن النادي الاهلي، اسهل كتير بدليل الابلاط. شوف الابلاط بتاعت مجموعه نادي الزمالك ومجموعه نادي الاهلي، لا مجموعه النادي الاهلي كانت شرسه شويه، كان فيها طبعا منافسه بعد فوز الهلال عن النجم تونس صعبها على الاهلي. ما هو النجم رجع نكسب فوز النجم كسب الهلال في الهلال. النجم مع الهلال في السودان. الهلال كان كسب، كان كسب ماتش النجم وصعد وخلصت. يعني في وجهه نظري لا، يعني برضه ثلاث يعني مجموعه كانت صعبه، مجموعه شائكه شويه، لكن البطل اعتقد يعني لما النادي الاهلي يقابل فرقه اقل نسبيا من مازيمبي والترجي اعتقد ممكن يطلع شويه بشويه مع بعدين او مع عوده المصابين مع الكلام ده كله. نفس الحال برضو على نادي الزمالك، نفس الكلام الزمالك. نروح بقى لفقرتنا الثالثه ولا لسه في سؤال؟ لا لسه في سؤال. انا في اعتراض على الكابتن علاء اللي هو بيقول مجموعه الاهلي اقوى من مجموعه الزمالك. متفق معاه. ماشي يا كابتن شريف. انت سعيد سعيد الزمالكاوي اللي متفق معاه؟ طبعا متفق معاه. الاهلي اصعب. الاهلي مصعد هو والنجم الساحلي. تمام. النجم الساحلي. بقيه المجموعه يعني في الهلال وبلاتينيوم ما كان يعني كانوا زي الكومبارس في المجموعه. ازاي بقى نفس الوضع كان عند الزمالك؟ طب ازاي الهلال ماتش امبارح الهلال يكسب الاهلي؟ بس على فكره يعني اللي متابع المباريات يعرف ان من الصعوبه ان الهلال يكسب الاهلي. ما هو الصعوبة لكن المنافسة موجودة. انت برضو في البطولة الافريقية، انا اقول لك الحاجة، ماتش الهلال فرقة الهلال في وجهة نظر يعني لو احنا جبنا مش هقول مثلا فرقة ممتاز بيه طبعا هنحترمها اكتر من كده، لو الاتحاد لو المصري لو المقصة لو اسوان في وجهة نظر يكسب الهلال. هيكسب الهلال لكن بالاجواء الموجودة في 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 مباراة الهلال امبارح ماتش صعب. خلينا نتكلم منطقيين. لا مباراه صعبه على فكره. امبارح ما كانش مباراه يا كابتن علي، ده كانت موقع حربيه. طب بطلها الجماهير بتاع ده اللي احنا بنتكلم فيه بقى. يبقى احنا كلامنا صح اللي هو ايه، ان الاجواء مصعبه الدور. عشان كده حتى اخر 10 دقائق ربع ساعه الجون اللي جه في الاهلي انا في وجهه نظري احنا بندي العذر للعيبه الحال الجو خصوصا النادي الاهلي كمان. احنا من مش عايزين نغفل برضو ان النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي وعاش نفس المرحله دي من قبل كده من 8 سنين. بورسعيد. طب يا حضرتك فبرضه يعني 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 برضه الصوره قدام الناس، لان كل ما بيدخلوا انت بتدخل النادي الاهلي في كل جدران النادي الاهلي ال 74 شهيد. فطبعا ده في ذاكره النادي الاهلي وفي لعيبه النادي الاهلي في مجلس اداره في الجهاز الفني. فاعتقد ده برضه بيخلي حمل ولود على لعيبه النادي الاهلي، وده اللي حصل في ال 10 دقائق ربع ساعه الاهتزاز اللي حصل فيهم الجون بس. طب يا كابتن علاء ايه رايك في ضياع الفرصه من كهربا؟ كانت هتحط الاهلي في كان يجيب الثالث. يعني هو وارد يعني هو طبعا هي الحقيقه كوره سهله الحقيقه يعني خلينا نتكلم منطقيين سهله وخصوصا في حته التهديف. يعني انا ممكن وانا بلعب مثلا مدافع بطلع عادي، لكن عشان احطها في الجون دي محتاجه تركيز، فالتركيز ممكن يتاخد من الاجواء اللي انا اتاثر بيها النادي الاهلي. كده خلصت الزمالك خلاص؟ لا لسه برضه في زمالك. زمالك 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 بيموت طبعا الزمالك. بس انا عايز اعلق على عايز اتكلم على ماتش الاهلي. ما هنيجي لماتش الاهلي بقى في الفقره الثالثه. الفقره طيب عشان مهم جدا عشان يعني عايز اتكلم. ماشي شريف الفقره الثالثه تبدا معانا مباراه الاهلي والهلال السوداني. ماشي. ياسر ابراهيم هل استحق لقب نسر مباراه الاهلي والهلال؟ لا انا ياسر ابراهيم كان هايل في الشكل، لكن انا بدي لقب نجم المباراه لمجدي قفشة. وجهه نظري كان افضل لاعب في النادي الاهلي، كان محور مهم جدا في النادي الاهلي يستحوذ وعمل اكتر من لعبه. لا كان عامل شكل، كان يعني تحس الكره لما تيجي لمجدي قفشة لا الاهلي له شكل ولو مهاجمين الاهلي. طب ايه رايك في اداء ايمن اشرف يا كابتن؟ والله ايمن اشرف لعيب راجل، وانا بختلف مع ناس كتير بتهاجم ايمن اشرف. ايمن اشرف لعيب مهم جدا ولعيب راجل، لعيب بيلعب في حدود امكانياته، لعيب ما بيقلفش ما بتفزلكش
هو لعيب جيد رغم قصر قامته وبيلعب مثلا في مركز المساك، لكن لعيب روحه عاليه في روحه عاليه. بحترم انا بالنوعيه دي زي ما بتتكلم في الونش مثلا في الزمالك برضو نفس الكلام. محمد عبد الغني مش اجسام قويه، لكن لعيب لعيب زي مشير حنفي في الاهلي ما كان لعيب قصير جدا وكان يمسك اطول فرود ما يلمسوش كوره يعني. كان كابتن سعيد الجدي ربنا يديه في الزمالك برضو كان قصير وكان يمسك. لا والكابتن علاء كان بالنسبه للمدافعين قصير وكان لا ما كان كمان هيدرز بيلعب دماغه بشكل كويس جدا يعني. فانت مش شرط ان اللاعب يبقى طويل. ايمن اشرف في لعيب راجل ولعيب مهم وكمان اتعور في المباراه تقريبا وكان هو لياسر اللي ياسر اتعور وكمل ودم كتير نزل. لعبنا الاهلي كانوا رجاله بمعنى الكلمه في هذه المباراه. لازم نقول في ظل الاجواء الصعبه، لان اللي بيتفرج على التلفزيون غير اللي داخل الملعب وليله المباراه وداخل وشايف الجمهور والكلام ده كله والاجواء والماتش انت محتاجه. فانا بقول لعبت الاهلي كانوا وكمان فايلر يمكن انا بقول ان هو ادار المباراه وجهه نظر شخصيه احسن مباراه ادارها في مباراه افريقيا، لان كهربا نزل وكان يقدر وفعلا كان هينجح لو قدر. في اوقات توفيق لعيب وعدم توفيق لعيب ينجح المدرب قوي. لو كهربا رقص وحطها على طول كتم اللعب كتم الكوره والمباراه خلصت كان الاهلي يجيب الثالث كمان. بس هو التغيير بس الاولاني خانوا شويه اللي هو قفشه ونزل ولسه انا في وجهه نظري كان حسين الشحات لسه. برافو، ما ينفعش يخرج دي قفشه. يمكن انا ما شفتش التبديل ده بصراحه، كنت حسين الشحات كان لازم هو كان من افضل لعيبه في المباراه وكان مركب الاهلي في الجيب محطه بيمسك حتى حلقه وصل بين الدفاع والهجوم وكمان احرز. انا بتكلم حتى بغض النظر عن هدف، لكن كمان احرز هدف مع الاداء ده فيستحق ان يكون رقم واحد في المباراه. عايز اقول كمان لازم اقول ان نجم المباراه الاول هو حكم المباراه طاقم التحكيم وليس حكم المباراه، لان الحكم المساعد كمان الناس ما اتكلمتش عليه. طبعا لغى جون وفي وقت صعب يا كابتن. لا ساكن مش قصدي على المساعد اللي لغى جون الهلال، انا قصدي على المساعد اللي كان اللي هو الضرب بالازايز اللي هو كان قاعد مشى اكتر من لعب اي مساعد في الوقت. مساعدين كتير بيخافوا يرفعوا الرايه من الجمهور، ده كان بيمشي ويلعب فيها لعبه فيها شك زي الهدف كمان لما جه كان لعبه صعبه جدا، لكن مع الاعاده اثبتت ان الاهلي مش اللاعب الاهلي مش متسلل، لكن لعبه صعبه. ففي مساعدين يقول لك اريح دماغي واشتري دماغي وارفع. أيوة. الراجل ما بيخافش زيه زي الحكم زي المساعد اللي هناك لغى جون. بصراحه طاقم التحكيم انا بعتبره هو نجم المباراه الاول. طب انا عايز اعرف يا كابتن، يعني حد يجاوبني على السؤال ده، هو ليه الاتحاد الافريقي غير بكره جسامه بالمغرب؟ حصل اعتراضات من الهلال السوداني مش من الاهلي. هو في برضو على السوشيال ميديا مكالمة تمت ما بين تركي آل شيخ ورئيس الاتحاد الأفريقي بناء عليها تم تغيير الحكم. هل الكلام ده يعني هل المكالمة حضرتك الناس سمعتها ولا كلام؟ هل في صوت موجود ولا كلام بيتقال؟ معنا لازم برضو نبقى حقانيين. طيب. انا ما اسمع بوداني غير ما اقول فلان قال او فلان قال، صح ولا غلطان؟ طيب اتفضل يا كابتن احمد. اسال نفس السؤال ده؟ لا ما تسالش، اسال سؤال. بلاش السؤال ده. ماشي، بلاش ندخل في السياسه. بلاش كابتن علاء، طبعا هل الكاف يعتمد النتيجه 1-1 ام ممكن يستند لتقرير الحكم وتقرير مراقب المباراه وتلغى المباراه وتصبح نتيجتها 2-0 للنادي الاهلي؟ هو الحقيقه كل الـ 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 الكلام هيبقى بتقرير الحكم. هو اعتمد النتيجه طبعا ولا مش قرار الكاف. هو تقرير الحكم كاتب ايه؟ لو في اللحظه اللي هو وانا في وجهه نظري في لقطه كده بانت في المباراه اللي هو المساعد الحكم الرابع جه لعيب في لعيب من الهلال قرب منه راح بعيده قال له انا من اللحظه انا بقول للحكم قال له انا من اللحظه بالظبط انا لغيت وروح بلغ المراقب بالظبط انا قلت كده انا حكم المباراه دي دوعيه طبعا فاضي اعمل كده ما يحصلش كارثه في لو قلناها في الملعب الجمهور ده كله هينزل ممكن طب ده نعرفه امتى يعني مثلا خلال الايام يعني قبل يوم الاربعاء القرعه لازم القرعه يوم الاربعاء ما هو الاربعاء يبقى اكيد يعني انا بدالي بكره يا كابتن هيظهر كابتن سعيد معانا كابتن احمد صلاح مدرب حراس المرمى بنادي الزمالك حبيبي كان معايا النهارده في دوره الصيد اهلا يا كابتن احمد الو طيب الخط قطع كان معايا النهارده دوره الصيد كان عندهم ماتش النهارده 2008 كان مع الداخليه وتعادلوا بس 0-0 بس الزمالك صعد يعني دوره الصيد مهمه جدا في دوره البراعم شغاله بشكل كويس وشغاله فانا نكمل معاك اتفضل يا هو تقرير الحكم هو الفيصل يعني. فانا اعتقد ان هو في اللحظه دي لغى بس انا برضو
الحقيقه انا يعني الشعب السوداني ولعبت انا في السودان قبل كده واعرف ناس كتيره في المحب طيبين شعب مسالم جدا بجد بدليل ان كل اعتراضه كان على الحكم مش انا في اعتقادي مهما كان هيحصل لكن لا يمكن كان هيتعدوا على لعيبه النادي الاهلي او الجهاز او او حتى جمهور النادي الاهلي. حضرتك اللقطه بتاع جمهور الاهلي قاعد في معلش يا كابتن بالظبط هو ده كلام ان جمهور النادي الاهلي هو كابتن خطيب طبعا اصر ان هو ما يخرجش بالاستاد الا لما يطمن على جمهور الاهلي طبعا جمهور الاهلي اللعيبه طبعا محميه بالجيش لكن جمهور الاهلي كان في وسط جمهور لا اعتقد يعني هو كان اعتراضهم على الحكم الشعب السوداني شعب مسالم. كابتن احمد مساء الخير يا نجم. كابتن احمد ازي حضرتك يا كابتن احمد سعيد حبيبي مساء الخير يا كابتن احمد والله حبيبي تعين لطفي الاعلامي الجميل وكابتن نادي الزمالك وكابتن علاء ابراهيم نجم النادي الاهلي حبيبي يا كابتن احمد يا مخرب. لا مش مخرب ابدا. ايه مخرب ده يا كابتن احمد؟ انت مخرب ولا لا؟ ايه موضوع مخرب دي يا كابتن احمد؟ ده سين بيننا انا وكابتن سعيد سي بينكم يعني مخرب كبير ها مخرب ومدرب تمشي برضه يا كابتن انت اخبارك ايه يا كابتن احمد؟ ازيك يا ابو حميد؟ تمام الحمد لله منورين الدنيا وحلقه جميله عن سواء عن نادي الزمالك او النادي الاهلي وطبعا مبارك نادي الزمالك على صعوده ومبارك نادي الاهلي تمام في الظروف اللي واجهها النادي الاهلي امبارح امام الهلال السوداني تمام من قلبك يا كابتن احمد جميله طبعا كابتن احمد كابتن احمد محايد تشريف من قلبك نعم من قلبك من قلبك بتبارك للنادي الاهلي انا ببارك للاهلي من قلبك لا ببارك للزمالك من قلبي الصراحه يا كابتن احمد يا كابتن احمد عارف على طول كابتن احمد سامعني طبعا يا كابتن احمد يعني ده من قلبك وطب وفي الكوره والجماهير بيبقى من قلبك برضو لا الصراحه كله صراحة والله انا زملكاوي وببارك للاهلي من قلبي الصراحه برنامجين صراحه جمال جدا والله انا ببارك من النادي الزمالك والنادي الاهلي بيمثلوا الكره المصريه طبعا طبعا دي طبعا شرف للكره المصريه طبعا اكيد والله يا كابتن احمد طب من راي حضرتك يا كابتن احمد مين الاقرب للفوز بالبطوله السنه دي؟ والله هو في طبعا سان داونز وفي الترجي وفي طبعا نادي الزمالك والنادي الاهلي بس انا شايف الاقرب لحد ما هتبقى المنافسه هتبقى بين سان داونز والترجي. سان داونز والترجي؟ ليه ومازيمبي يا كابتن احمد مازيمبي خارج الحسابات؟ لا مازيمبي السنه دي مش بيقدم افضل عروض يعني مازيمبي كان نادي الزمالك كان يقدر يفوز عليه هناك على فكره انا شايف ان مازيمبي هو كان يقدر يفوز على ارضه بس او يتعادل معاه في الشوط الاول يتعادل فمازيمبي انا شايف ان مازيمبي السنه دي لا اقل من السنه اللي فاتت عايزين ناخد رايه بس وبعدين نتكلم يا استاذ شريف بصراحه كان انا اتكلم ان هو يعني في تمويل لنادي مازيمبي برضه لبعض الناس في التحكيم كمان طب كابتن سعيد عايز يكلمك يا كابتن احمد بمناسبه بقى ان انت مدرب حراس مرمى عالمي يعني وراجل متخصص عايزك تكلمنا عن من الاقرب لحراسه مرمى الزمالك هل تفضل ان عوادي يبقى موجود ولا ابو جبل ماشي بشكل كويس وهو الافضل وهو اللي راكب واخد بالك ولا لما جنش يرجع يبتدي يدخل يعني الفتره اللي جايه بالنسبه لا هل ممكن في بطوله افريقيا امشي بحد معين زي ابو جبل ماشي وراكب وابتدي ادي في الدوري مثلا اللي هو بحيث ان هو بعيد شويه ارجع عواد وارجع جنش رونا رايك بقى وانت راجل المدرب في نادي الزمالك يعني ده تخصصك يعني والله كابتن سعيد كابتن محمد عواد بدا الموسم مع نادي الزمالك كان في تذبذب برضه يعني كان في ايه قله ثقه بعد كده كان نزل ابو جبل بصراحه قدم اداء مردود كويس جدا في الاربع ماتشات بتوع الدوري صراحه وفي بطوله افريقيا قدم اداء هايل بصراحه محمد ابو جبل شايف ان محمد ابو جبل في الفتره الجايه مع نادي الزمالك سواء في الدوري او بطوله افريقيا ان هو يكمل يبقى هو الحارس الاساسي جنش من الحراس الممتازين جدا الاصابه طبعا هي اللي بعدته عن نادي الزمالك شايف ان جنش برضه في بعض المباريات لازم جنش كمان ياخد يرجع لازم طبعا يرجع محمد عواد على فكره قدم مباراه هايله يعني قدم مباراه هايله انا شايفها من المباراه بتاعت افريقيا مكاسب اول اغسطس شايف ان هو عمل مباراه هايله بقول لمحمد عواد ابعد عن السوشيال ميديا وابعد عن الكلام في الموضوع عن الرحيل عن الزمالك انا شايف ان انت من الحراس الموهوبين والحراس الكويسين جدا اكيد ما تتكلمش خالص ان انت قاعد على الدكه ومش قاعد على الدكه لا ما هو الدكه دي يعني انا شايف ان هي في نادي الزمالك شرف لاي حد ان هو يقعد على الدكه انا شايف ان محمد ابو جبل ان شاء الله الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله ان هو هيبقى الحارس الاساسي لنادي الزمالك ويجي وراه خلينا نتكلم بصراحه يجي وراه جنش خلينا نتكلم بصراحه محمد عواد في الفتره الجايه انا شايف ان هو هيبقى ثالث طيب الف شكر يا كابتن احمد وعايزينك معانا في حلقه ان شاء الله عينيا يا استاذ شريف وشرف ليا والف شكر لحضرتك والكابتن احمد وكابتن سعيد وكابتن علاء شكرا مع الف سلامه خلصت الزمالك يا كابتن خلصت الزمالك الحمد لله اتفضل طبعا احنا منتظرين طبعا يا كابتن علاء نتيجه تقرير الحكم يعني بنشوف الحكم هيبقى كاتب في تقريره ايه كالعاده كابتن محمود الخطيب
رمز من رموز الرياضة المصرية بيعطي درسا في الأخلاق الرياضية والحب للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، رفض مغادرة الملعب هو واللاعبين قبل الإطمئنان على جمهور وسلامة الجمهور الموجود في قلب المدرجات مع نادي الهلال السوداني. تعليقك إيه بالنسبة لموقف الكابتن محمود الخطيب؟ أنا شايف كمان الموقف الأكبر والأكبر والأكثر قيمة إن هو في ظل الحالة الصحية دي إن هو يصر في مباراة فيها المفروض إن قبل المباراة إن في مشاكل وفي ناس نزلت بأسلحة في مباراة الهلال وتهديدات على السوشيال بالظبط، فإن هو إن ياخد إن هو يبقى رئيس البعثة ويصر إن هو يسافر، فأعتقد دي أكثر قيمة من هو يرفض إن هو يغادر. فالشخص أو المسؤول اللي بياخد القرار إن هو يسافر في ظل الأجواء دي مش غريبه عليه او مش قليله عليه ان هو يصر ان هو يطمن على سلامه جمهور النادي الاهلي. الحقيقه تحسب ليه، الحقيقه بيدينا امثله في الاداره، الناس اللي كانت بتهاجم الكابتن محمود الخطيب. الحقيقه انا شايف الموقف ده يعني الحقيقه موقف يحسب للكابتن محمود الخطيب طبعا، لان هو قيمه وقامه تدل على عظمه ومبادئ النادي الاهلي. تمام، اتفضل يا استاذ. طب يا كابتن علي، برضو السؤال التقليدي اللي سالناه على الزمالك هنساله على الاهلي، وبلاش الاجابه الدبلوماسيه اللي انت تحب الاهلي يقابل مين في الدور اللي جاي؟ والله الحقيقه انا اتفرجت على ماتش هو قدامه مازيمبي سان داونز الترجي. انا اتفرجت الحقيقه على مازيمبي في ماتش الزمالك، ما اقنعنيش يعني يعني الحقيقه ممكن يكون هم مغيرين في المباراه اللي هو عندهم في ارضهم، لكن الحقيقه الماتش اللي انا شفته مع نادي الزمالك لا على فكره يا كابتن علاء، على فكره الزمالك كان كويس، كان كسب فعلا بالظبط. الزمالك كان ممكن يفوز، انا شايف مش فرقه تقيله لكن الترجي لا يعني الترجي او سان داونز يعني افضل ان هم في المرحله الثانيه. طيب نستاذن حضرتك يا كابتن علاء في مداخله، كابتن مصطفى علي اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. مساء على حضرتك وعلى استاذ احمد وكابتن اخويا وحبيبي كابتن سعيد لطفي، يعني عالم من اعلام كوره في نادي الزمالك. ربنا يخليك كابتن مصطفى، ربنا يحفظك يا حبيبي. كابتن علاء ابراهيم طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، يعني حلقه موفقه باذن الله. ربنا يخليك كابتن مصطفى، ربنا يعزك. عندك تعليق يا كابتن مصطفى؟ اتفضل. عندك تعليق؟ والله كنت بس اضيف حته صغننه بخصوص حته مخطط الاحمال او مدرب الاحمال زي ما الاخ اللي كان من شويه بيتكلم فيها. يعني انا بتكلم برضه في حته احنا بنتكلم على الجزئيه دي، وعندنا واحد من اهم الناس في مصر في الحته دي عصمت. عصمت طبعا يعني انا اظن يعني من وجهه نظري ده وقته، يعني ده حقيقه والله كل هاي. واحد بيبقى ليه وقت بنحتاجه. انا شايف ان في الفتره دي ده حد يعني مخطط الاحمال موجود عندنا وزي ما نستعينش بيه في الفتره دي. انا اتمنى والله وضم صوته لصوتك والله يا مصطفى، صوتنا لصوتك من خلال برنامج بدون اهداف يا كابتن مصطفى. يا ريت نظره للكابتن عصمت ان شاء الله، ده حقيقه حقه. طب الف شكر يا كابتن مصطفى. انا بس عايز بعد اذنك اعلق بس الحقيقه، يعني انا ما بسمعش طلب المدرب الاحمال او مخطط الاحمال ده الا من الناس الزملكاويه بس. دلوقتي بدل ما هم اللي طلبوا بعد كده راح بداوا يرشحوا كمان اسماء. يا جماعه المفروض اللي بيطلب المدير الفني مش اي حد، لا مجلس اداره. هو دي مشكله ناس الزمالك حقيقه، ان بيتدخلوا في حاجات فنيه. هل كارتيرون طلب؟ ده مطلب جماهيري مش مطلب جماهيري. طب يا سعيد يا سعيد كابتن علاء، نتكلم يا كابتن علاء. يعني ايه مطلب جماهيري يا جماعه؟ هو جمهور ده رأي جمهور يا كابتن علاء؟ يا جماعه ده في ده انتوا جايبين مدرب كابتن علاء كبير، كابتن ده مدرب كبير. المفروض اللي يطلب ده المدير الفني كابتن علاء، مش اي حد تاني. ما حدش فرض عليه، بس احنا بنقول المفروض يبقى كده. طيب انتوا طلبتوا اهو، انا يعني سمعت الكلام ده كابتن سعيد. على فكره الزمالك خلاص جاب مدرب احمد. ده بناء على راي مين بقى؟ راي جمهور برضو ولا راي اداره؟ لا بناء على راي الاداره. راي الاداره. طب هل المدير ربنا يبارك يعني انت بتقول المدير الفني رافض؟ لو المدير الفني رافض هل مجلس اداره هيخصب عليه ان هو يجيبه هو ويبقى رافض؟ طب ما احنا سمعنا ان كارتيرون قال لك مش ما انت سمعت، هل انت سمعت منه شخصيا؟ لا هو تصريح بس، تصريح قال صحيح ولا في مجموعه معاك ان المدير الفني هو صاحب القرار. انا فاهم بس سعيد. ممكن يكون هو صاحب القرار بس هو غلط. انا بتكلم في في الجزئيه دي بس. مدرسه النادي الاهلي يا كابتن علي، انت بتتكلم عليه. اختم يا كابتن احمد، خلاص وقتنا انتهى كده. وقت عدى بسرعه، حلقه كانت حلوه
الحمد لله. حلقة جميلة. سعدنا طبعا بوجود الكابتن علاء ابراهيم نجم نادي الاهلي ومنتخب مصر، وسعدنا بنجم نادي الزمالك الكابتن سعيد لطفي، ربنا يخليك، المتخصص في قطاع الناشئين والقطاع الاعلامي في نادي الزمالك. ربنا يكرمك. بشكر زميلي اللي اتاح لي الفرصه ان انا اكون متواجد معاه في برنامج بدون اهداف، الكابتن شريف فاروق. ان شاء الله بامر الله نلتقي بكم الاحد القادم الساعه 12 مساء، والى اللقاء. نورتنا يا كابتن علاء. نورتنا يا كابتن سعيد. ربنا يخليك. شكرا.